وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. أستاذ مصطفى، يعني وكالة رويترز تكشف أن طهران تقوم بتزوير وثائق عراقية لتتمكن من تصدير نفطها على أن ذلك النفط هو عراقي. هل تظن أن الحكومة في بغداد شريكة في هذا الأمر؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. إيران لديها خبرة طويلة في ممارسة الإرهاب وفي التهرب من العقوبات، ولديها أذرع كثيرة سواء منها سياسية أو اقتصادية، بنكية وتجارية. تعمل جميع هذه الأذرع على خرق العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لممارستها أو لقيامها بإنتاج أسلحة غير مسموح بها وفق العقوبات المفروضة عليها أو وفق الاتفاقيات المبرمة معها. وبالتالي فهي لا شك يعني تلجأ إلى وسائل عديدة، منها تزوير الوثائق العراقية. أو في الحقيقة أن الحكومة المنطقة الخضراء في العراق هي من يقدم هذه الوثائق عن طيب نفس أو استجابة لهذه الأوامر الإيرانية لتمكن الإدارة الحكومة الإيرانية من الالتفاف على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها. والجميع يعرف أن هناك الكثير من الوسائل التي اعتمدت خلال السنوات الماضية للالتفاف على العقوبات، سواء العقوبات المفروضة على إيران أو عقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد وعدم تزويده بالسلاح، حيث يعني تم فتح الأجواء العراقية والأراضي العراقية لتهريب السلاح إلى سوريا. هل نفهم من هذا الأمر أن الحكومة في بغداد لا تمانع بأن تكون الحديقة الخلفية لإيران؟ السلطة الموجودة في العراق في الحقيقة هي تابعة بالكامل لإيران، وليست مجرد حديقة خلفية أو أنها لا تمانع. هي في الحقيقة تابعة بالكامل لإيران، وكما قلت الأمر ليس تزوير وثائق، وإنما السلطات العراقية الرسمية التابعة لسلطة المنطقة الخضراء في بغداد هي من قدمت هذه الوثائق، وهي من يعمل على خرق العقوبات المفروضة على إيران. وهناك الكثير من الوسائل التي يعني تعمل عليها السلطة في بغداد، منها أنها تسعى إلى رفع مستوى التبادلات التجارية ليصل إلى حوالي 20 مليار دولار سنويا، منها شراء الغاز، شراء الطاقة الكهربائية، شراء المشتقات النفطية. وطبعا أصبح العراق كما يعلم الجميع سوقا لتصريف أردأ البضائع الإيرانية، سواء منها الغذائية أو غيرها، وقسم من كبير من أدها غير صالح للاستهلاك البشري. كيف ستكون ردة فعل الولايات المتحدة على هذا السعي الفعلي لشركاء إيران في بغداد من أجل إفلاتها من العقوبات الأمريكية؟ ما تداعيات ذلك على العراق، وهل سيدخل في أزمة جديدة أم لا؟ الاجتماع الأخير لرؤساء الأركان الجيوش العراقية والإيرانية والسورية اتفقوا على فتح منفذ الوليد الخاضع لسلطة الميليشيات من الجانب العراقي وسلطة جيش نظام بشار الأسد من الجهة الثانية، وهذا بالتأكيد جزء من تحدي القرار الأمريكي بفرض العقوبات على إيران وفرض العقوبات في التسليح على نظام بشار الأسد. لا شك أن العراق بقبوله لهذا الدور، وهو دور خرق العقوبات على إيران، سيضع نفسه في أزمة وفي مواجهة مع الإدارة الأمريكية، خصوصا أن إذا كانت الإدارة الأمريكية جادة في تطبيق هذه العقوبات ومحاسبة من يخرقها. واليوم تم فرض عقوبات على كيانات إيرانية أو تابعة لإيران من جديد، قائمة جديدة صدرت اليوم عن وزارة الخزانة الأمريكية، وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة مستمرة في هذا الأمر، ولكن ليس بالشكل الذي يعني مطلوب
هناك الكثير من الثغرات التي يجب على الولايات المتحدة إذا كانت جادة في حصارها لإيران ومعاقبتها عليها أن تغلق هذه الثغرات بشكل حقيقي. إيران تقول إنها أفشلت مشروع الشرق الأوسط الجديد في 3 دول بينها العراق، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ إيران لديها مشروعها الطائفي الإرهابي التوسع العنصري، وهو المشروع الفارسي الذي يستهدف الأمة كلها، وهي تعمل فعليا في 3 دول في هذه المنطقة التي هي أقطارنا العربية في العراق وفي سوريا وفي لبنان، ويضاف إليها طبعا استيلائها على اليمن وتهديدها لمناطق أخرى في الوطن العربي. وبالتالي فهي غير معنية بمشروع الشرق الأوسط، لأنها معنية بمشروع المشروع الفارسي، وكلا المشروعين الفارسي ومشروع الشرق الأوسط الجديد كلاهما مشاريع معادية للأمة، مفتتة لها، تثير فيها النعرات العنصرية والطائفية، وكلاهما نابعين من فكر توسعي عنصري، سواء فيما يتعلق بالفكر الصفوي الفارسي القادم من إيران الذي يجسده المشروع الفارسي، أو بالمشروع الصهيوني الذي يعني يجسد أو ينبع منه مشروع الشرق الأوسط الجديد. رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.